أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أيتها الأخوات الكريمات والإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستمر الحديث حول مكانة المرأة في الإسلام والقرآن، ويتواصل البحث لفهم أساسي أو لفهم الأصل الذي تنشأ منه عظمة المرأة في القرآن والإيمان، وبمقدار ما نتعمق في فهم هذه المكانة بمقدار ما تنفتح أمامنا جملة من الآفاق العقائدية لفهم مقامات أهل بيت العصمة والطهارة، وخاصة لفهم مقامات فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ونحن نستقبل بعد أيام ذكرى مولدها سلام الله عليها، بمعنى أننا كلما نتقدم خطوة للتأمل في فهم حقيقة المرأة إلا ونزداد دفعا وانبعاثا للتأمل أكثر في مقامات فاطمة الزهراء سلام الله عليها. طيب، من بركات بحث المرأة أو موضوع المرأة أو مسألة المرأة أو سؤال المرأة في الدين، أن هذا البحث كما هو على الصعيد الاجتماعي كما هو على صعيد المجتمع يبين لنا بعض الثغرات، أو مسألة المرأة تكشف لنا عن بعض الثغرات الحاصلة في المجتمع. مسألة المرأة تنير لنا بعض النقاط المظلمة الموجودة في مجتمعاتنا في خصوص المرأة، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى التعليم أو على مستوى الشارع، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أو على مستوى العلاقات الاجتماعية بشكل عام. بمعنى أن موضوع المرأة ينير لنا، يكشف لنا الثغرات الموجودة في المجتمع باعتبار أهمية موضوع المرأة. من بين الآثار المهمة لموضوع المرأة، أننا نجد أنفسنا مضطرين للوقوف أكثر على دلالات النصوص القرآنية، ونجد أنفسنا مضطرين أكثر على التأمل بدقة أكبر في خصوص الروايات المنسوبة للرسول صلى الله عليه وآله والمنسوبة لأهل بيته الطاهرين. بمعنى أن موضوع المرأة كما ينير لنا ويبين لنا الثغرات الموجودة في المجتمع باعتبار مكانة المرأة الاجتماعية، كذلك موضوع المرأة أو مسألة المرأة على المستوى الفكري تجعلنا نتأمل أكثر فيما يطرح من روايات. وبناء على التأمل في هذه الروايات التي تطرح حول موضوع المرأة وتنسب للرسول صلى الله عليه وآله، بناء على مناقشة هذه الروايات، نجد أن من أهم مخرجات بحث المرأة في المنظور القرآني هو ماذا؟ هو ضرورة إعادة النظر فيما وصلنا من روايات، فيما عم العالم الإسلامي من نصوص نسبها البعض للرسول صلى الله عليه وآله. يعني مثلا الرواية التي سنحاول أن نتأملها في هذه الليلة المباركة، يعني عندما نتأملها نجد أنفسنا أننا لابد
أن نقف بأكثر حزم ودقة في التعامل مع التراث الإسلامي. يعني مثلا هذه الرواية الواردة في صحيح البخاري في باب الإيمان فيما نسب للرسول صلى الله عليه وآله: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. أعيد الرواية في صحيح البخاري: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله فيما تنقله هذه الرواية المذكورة في صحيح البخاري يصف النساء بكونهن ناقصات عقل ودين، ويصف النساء بكونهن ناقصات عقل ودين، وهن يقدرن على أن ينتصرن ويغلبن كل ذي لب، يعني كل ذي عقل. ويبدأ هذا الحديث المنسوب للرسول: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يعني عندما نتأمل هذا الحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وآله ونرى مخرجات هذه الجلسة العلمية، عندها نحتاج أن نرجع مرة أخرى للتأمل في الطريق أو في تلك الآليات التي ثبتت مثل هذه الأحاديث وعنونتها أو وصفتها بالصحة. وعلى هذا نحتاج أن نعيد النظر فيما يذكر ويشاع من كونه صحيح. فإذا كانت هذه الرواية صحيحة، وعندما نتأملها سنجدها بعيدة عن روح سماحة النبي صلوات الله وسلامه عليه، عن روح أخلاق النبي، عن روح نبوة النبي. هذه الرواية بعيدة عن روح النبوة وروح القرآن، وهي مذكورة في كتب تدعي كونها تقدم لنا صحاح الأحاديث، فعندها نحتاج أن نعيد النظر في كل ما تذكره تلك الصحاح من روايات. طيب، هذه الرواية ومثل هذا الحديث يوجد بألفاظ مختلفة في عدة كتب، سواء كان في عامة المسلمين. طبعا الحديث موجه لهذه الرواية أن أينما وجدت وأينما حلت، يعني وصف المرأة بكونها ناقصات عقل ودين. أساتذتي الأعزاء، أخواتي الكريمات، إخواني الأعزاء، أحد الأساتذة يستفسر: هل البث ينقطع بشكل مستمر؟ نعم، الأستاذة تفضلت أنه لا ينقطع. أستاذي العزيز، لعله الإشكال من عندكم، لعله أقول يعني لعله. طيب، إذا قلنا أن هذه الرواية وصف المرأة بكونها ناقصات عقل ودين، وصف المرأة بكونها أساس المعصية، وصف المرأة بكونها أصل الشر، وصف المرأة بكونها هي نقطة سوداء مظلمة في عالم الخلقة، هذا أمر موجود ومتضافر في العديد من النصوص. نعم، الآية طبعا خادمكم لم أذكر آية، وإنما ذكرت الرواية. سأعيد الرواية أستاذ العزيز، سأعيد الرواية. الرواية مذكورة في صحيح البخاري. الرواية تقول: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. نعم، قلنا أن هذه الرواية بنصوص بعبارات مختلفة موجودة يعني في العديد من الكتب التي تذكر جملة من الأحاديث. مثلا في حديث آخر موجود في بعض
الكتب، في بعض كتب عامة المسلمين، أن الخطاب الإلهي موجه للمرأة عندما كما ينقل أن حواء هي التي أغوت آدم، هي التي وسوست لآدم، هي التي دفعت آدم نبي الله آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، دفعت نبي الله آدم للأكل من تلك الشجرة. طيب، بناء على هذا الفعل الذي صدر من حواء جاء الخطاب الإلهي للمرأة اخرجي، يعني من خلال خطاب الموجه لحواء موجه للمرأة، اخرجي فقد جعلتك اخرجي من الجنة، يعني أن الخطاب الإلهي طرد حواء من الجنة. اخرجي فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة ومعوجة الخلقة وجعلتك أسيرة أيام حياتك. طبعا لا شك أن هذا الحديث بهذه الألفاظ بعيد أن يكون صادر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه موجود في بعض الكتب. طيب، قلنا أن هذا الحديث نتعلم منه كيفية التعامل مع الأحاديث المنسوبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. نحن نعلم أن النبي وضع لنا، ترك لنا معيارا من خلاله ندرك ونفهم حقانية ما يمكن أن ينسب إليه. ما هو هذا المعيار؟ مر معنا في العديد من الحصص، في العديد من الدروس، أن المعيار هو ماذا؟ هو ما وافق كتاب الله فنأخذ به، وما لم يوافق كتاب الله كما ورد في الرواية المتواترة فاضربوا به ماذا؟ عرض الحائط، كناية على أن نترك ذلك الأمر الذي نسب للرسول كذبا وبهتانا، نتركه جانبا. لماذا؟ لأنه لم يوافق القرآن. القرآن هو الثقل الأكبر، روايات النبي صلوات الله وسلامه عليه، روايات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، روايات فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، روايات جميع الأئمة كلها مبينة مفسرة شارحة لما هو موجود في القرآن الكريم، لما هو موجود في القرآن الكريم. الحديث لا يمكن أن يخالف الآيات القرآنية، إذا خالف آيات الله، إذا خالف القرآن الرسول صلى الله عليه وآله عندما أخبر أنه ستكثر بعد الوضاعة، يعني الذين يضعون الحديث، سئل الرسول إذن وما المخرج وما الحل؟ قال اعرضوا. ماذا؟ نعرض ما ورد إلينا على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. نعم، إذن هذا هو المعيار، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن القرآن هو الأساس، لأن القرآن هو الثقل الأكبر، وكلمات الأئمة مبينة، إنا نحن أنزلنا إليك الذكر لتبين، تبيين، توضيح، تشريح، تفصيل لما ورد في القرآن الكريم. وعليه فإذا نسب حديث لأحد المعصومين، إذا نسب حديث للنبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ونعرضه على القرآن ولا يمكن أن ينسجم مع القرآن وظاهر القرآن وروح القرآن، فهذا حديث لا يمكن أن يكون مبين لأصول القرآن الكريم. طيب، هذا الحديث الذي يصف المرأة بكونها ماذا؟ بكونها ناقصة عقل ودين، وكونها ماذا؟ يعني هي أصل المعصية، أصل الشر والعياذ بالله في هذا العالم. طيب، عندما نأتي إلى الآيات المباركات نجد أن القرآن الكريم يضع معيارا في التفاضل، يضع معيارا في بيان الكامل والناقص، يضع معيار ماذا؟ معيار التقوى. معيار ماذا؟ معيار التقوى. وفي الآية نفسها يبين أن خلقة الإنسان في هذا العالم تفرعت إلى شعوب وقبائل، وانقسمت إلى أنثى وذكر، ومهما كثرت هذه الأنواع والأصناف فإن المعيار يبقى ماذا؟ هو التقوى.
بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم أتقاكم، ما معنى أكرمكم؟ أكملكم، أعلاكم شأنا، أقربكم إلى الله، أتقاكم. لم تخصص هذه الآية أن الأعلى شأنا يرتبط بعرق معين، بقبيلة معين، أو بجنس معين، ذكر كان أو أنثى، وإنما جعلت التقوى معيارا حاكم على الجميع. امرأة تقية أعلى شأنا عند الله من رجل غير تقي، رجل تقي أعلى شأنا عند الله من امرأة غير تقية، رجل تقي أعلى شأنا عند الله من رجل غير تقي، وهكذا. إذن فالتقوى هي المعيار. طيب، القرآن الكريم يوجه الخطاب للرجل والمرأة، للذكر والأنثى على حد السواء، ويستدعي كليهما للعمل، ومن يعمل صالحا فله الأجر، ومن لم يعمل صالحا والعياذ بالله فله الإثم. بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نفيرا. أحسنت، نعم، يعني أن العمل الصالح من الذكر والأنثى هو مقبول عند الله عز وجل، ولا يوجد تفرقة، ولا يوجد تمييز في أخذ العمل الصالح من الذكر دون الأنثى، هو مقبول من الجميع. إذن فلا يوجد تفاضل، العمل الصالح هو معيار التفاضل. طيب، الآية آية أخرى تفصل وتؤكد على أن العمل عندما يصدر من الرجل أو يصدر من المرأة فهو عمل واحد، ولا فرق في منشئه رجلا كان وامرأة في تحديد قيمة العمل، بل العمل هو مهم. بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات، يعني هذا التأكيد على فعل الصائمين الجمع مذكر، على فعل الصائمات الجمع المؤنث، التأكيد لإعادة تلقين الأذهان في وعيها ولا وعيها أن هذا الفعل من الصائمين والصائمات هو على حد سواء، من القانتين والقانتات على حد سواء، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لهؤلاء جميعا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن فلا يوجد تمايز، لا يوجد اختلاف. وإذا كان العمل مقبولا من الرجل ومقبولا من المرأة، فأساس العمل هو التقوى، هو القلب، هو العقل. فإذا كان مقبولا من كليهما، يعني أن عقل كليهما مقبولا عند الله عز وجل. طيب، آية أخرى من القرآن الكريم تبين وتوضح أو تشمل أن كلمة أولي الألباب تشمل الرجل والمرأة. الحديث الذي بدأنا به يقول النساء ناقصات عقل، ولكن القرآن الكريم في حديثنا أولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ اللب، لب الإنسان، جوهر الإنسان هو العقل. أولي الألباب يعني أولي العقول، أصحاب الأفهام، أصحاب الإدراك. طيب، بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سورة آل عمران، آيات 190 وما بعد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك، أولي الألباب يدعون، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، أولي الألباب يدعون الله عز وجل، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا كله دعاء من؟ أولي الألباب الذين ذكرتهم هذه الآية. طيب الآن يأتي الاستجابة، فاستجاب لهم ربهم، استجاب لمن؟ لأولي الألباب الذين كانوا يدعون، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. عمل عامل منكم، من أنتم يا أولي الألباب؟ عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إذن فأولي الألباب تشمل الذكر والأنثى، أولي العقول يمكن أن يكونوا من الرجال، يمكن أن يكونوا من النساء. فكيف يمكن أن ننسب أن الرسول صلى الله عليه ننسب للرسول أنه يقول أن النساء ناقصات عقل ودين؟ نقصان العقل، هذا النقصان هو مذمة، يعني أصل خلقة المرأة مؤسسة على النقص، على نقص العقل، وهذا طبعا يتعارض مع محكم قرآني وأصل عقائدي. ما هو المحكم القرآني؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. الله عز وجل أصل خلقة هذا العالم، أصل خلقة مفردات هذا العالم كلها مؤسسة على نحو حسن. الخلقة خلقة حسنة، الله عز وجل لم يخلق عيبا، لم يوجد عيبا، لم يخلق نقصا، حتى إبليس في بداية خلقته كان من أهل الطاعات. الله عز وجل من تمام عدله أن لا يخلق أمرا شيئا ناقصا. الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا الأصل القرآني يحيلنا على أصل عقائدي، أصل العدل الإلهي، الله عز وجل عادل، ومن تمام العدل أنه لا يمكن أن يخلق شيئا يوجد في ذاته نقص وعيب وعاهة تمنعه من الكمال وتجعله من أهل النار. هذا لا يستقيم مع العدل الإلهي. طيب الفضائل في هذا العالم هي على نحوين، إما فضائل ذاتية في عالم الخلقة، أو فضائل يكتسبها الإنسان، أو فضائل ماذا يكتسبها الإنسان. تلك الفضائل الذاتية هي من باب حسن خلقتي، الخلقة الحسنة، الله عز وجل عادل، الله جميل ولا يصدر منه إلا الجمال، الله عز وجل عادل ولا يصدر منه إلا العدل في هذا العالم، الله عز وجل حسن ولا يكون صنعه إلا أمرا حسنا. إذن فعالم الخلقة في ذاته أمر حسن، تكوينا هو على أفضل نحو، وكما يقول علماء الكلام لم يكن في الإمكان أحسن مما كان. الله عز وجل خلق العالم، نعم إن القرآن ثغرات قانونية، أي نعم، هو أستاذ العزيز حديثنا حول هذه المسألة، أن هذه الثغرات التي يشير إليها أولئك هي ليست نتيجة لمعطيات القرآن ومفاهيم القرآن وحقائق الإسلام، وإنما هي نتيجة للفهم الخاطئ للقرآن والسلوك الخاطئ الذي مارسه البعض. وكما قلنا أن موضوع المرأة يدفعنا أن نطرد هذه الأفهام الخاطئة، أن نبعد هذه السلوكيات الخاطئة، حتى نظهر الإسلام المحمدي أصيلا ناصعا طاهرا صافيا بعيدا عن كل هذه الشوائب. وكما قلنا أن من بركات هذه النقاشات، من بركات هذه الإشكاليات، أننا نتمكن أكثر من التقرب من روح ولب الإسلام الحقيقي، الإسلام الأصيل.
إذن فهذه الرواية التي بدأنا بها التي يدعي أصحابها أنها صحيحة، عندما نجدها أنها تتعارض مع أصل عقائدي، أصل خلقة العالم على أساس العدل، أصل أن الله عز وجل خلق العالم على أحسن ما يكون، أنها تخالف محكما قرآنيا عندما وصف أن أولي الألباب يمكن أن يكونوا من الذكور والإناث. وعلى هذا نحتاج أن نعيد النظر في تلك الأساليب والأدوات والقوانين والطرق التي صححت مثل هذه الرواية. طيب، نعم، هو هذا الذي نحتاجه، وهذا من بركات هذه النقاشات. إذن فلا يوجد إشكال أن تطرح النقاشات وأن تطرح الشبهات، بل هذا بالعكس سيدفعنا إلى أن نصفي النقد. ماذا يعني النقد؟ بمعنى أن يذهب الإنسان تلك الشوائب، تلك الأشياء الظلمانية التي تراكمت على الفهم الأصيل، لنخرجها ونظهرها ناصعة إن شاء الله. طيب، إذا قلنا أن الله عز وجل خلق هذا العالم على أحسن ما يكون، إذا فالعالم في ذاته فضل، العالم في ذاته أحسنتم تبارك الله أحسن الخالقين، ولا يوجد في عالم الخلقة عيب، لا يوجد في عالم الخلقة ثغرة، لا يوجد في خلق في فعل الله وصنعه، لا يوجد في فعل الله وصنعه ماذا؟ عيب وعاهة. طيب، إذا قلنا فأصل ماذا؟ أصل الذات، ذات الإنسان، ذات الرجل، ذات المرأة، أصلها مؤسسة على أحسن تقويم. طيب، أين يأتي التفاضل؟ التفاضل لا يمكن أن يكون نابعا من ذات الخلقة، نابعا من ذات الإنسان، من ذات الرجل، من ذات المرأة، وإنما التفاضل يكون بأمور اكتسابية وليست ذاتية، بأمور اكتسابية. ما معنى أمور اكتسابية؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طلب العلم، العلم، المعرفة، هذه أمور يكتسبها الإنسان، يسعى إليها الإنسان، يهيئ لها الإنسان، يهيئ الإنسان وعاءه المعنوي والروحي والذهني. إذن فطلب العلم، العلم فضيلة، الذي يتقاعس عن طلب العلم قد ضيع هذه الفضيلة، وإذا ضيع هذه الفضيلة فسيكون ناقصا. إذن هنا يمكن أن يوجد عندنا نقص وكمال، هذا النقص ماذا؟ في السعي لاكتساب المعارف، وليس هذا النقص في ذات الإنسان في ذاته. يعني كما يقول البعض إن المرأة مؤسسة على النسيان، ولذلك سميت بالنسوة والنساء. طبعا هذا أمر غير مقبول، لأنه إن كانت النسوة والنساء تشير إلى استقرار حقيقة النسيان، فالإنسان أولى بذلك. كما يقول البعض سمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه. إذا فلا يمكن أن يكون العيب في ذات الإنسان، وإنما النقص فيما يفرط فيه الإنسان، فيما لا يكتسبه الإنسان. أو كما ورد في روايات الإمام الصادق سلام الله عليه، مثلا أنقص الناس عقلا، العديد من الروايات التي توجد في هذه العبارة، أنقص عقلا أكثر عقلا، أنقص الناس عقلا من ظلم من دونه ولم يصفح عمن اعتذر إليه، أكثر أنقص الناس عقلا من ظلم من دونه. ما معنى أنقص الناس عقلا؟ يعني عندنا تراتب في العقل، عندنا تراتب في فعل العقل بما يعنيه العقل من ماذا؟ سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن المعاصي. عندنا مراتب في هذا العقل، ما هي هذه المراتب؟ عندنا من هو أكمل عقلا وأقل عقلا، أنقص عقلا. طيب، الأكمل عقلا ليس لجنسه، بل ماذا؟ لفعله، يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى. والأنقص عقلا أيضا ليس لأنها أنثى، وإنما للفعل الذي صدر عن ذلك الشخص. فإن كان رجلا ظلم من دونه فهو ناقص عقلا، إن كانت امرأة ظلمت من دونه فهي الناقصة عقلا. إذن فنقصان العقل لا يرجع إلى ذات الإنسان، وإنما يرجع إلى تلك الأمور التي يكتسبها الإنسان. إذن فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس، من هم الناس؟ هل هم الرجال فقط؟ لا، هم الذكور والإناث.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. طيب هذه الفطرة هي حقيقة الدين، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم، يعني الدين القيم، حقيقة الفطرة، أمر مشترك بين الرجل والمرأة، هي كامنة في حقيقة الإنسان. ولا يمكن أن ننسب النقص للمرأة لتكون هذه المرأة في ذاتها ناقصة، لأننا إن قلنا كذلك فهنا سنقدح وسنعارض هذه الآية التي تقول أن الفطرة السليمة حاضرة في كل فرد من أفراد البشر، وإنما الإنسان باكتسابه للفضائل يفعل تلك الفطرة، ولا قدر الله بتركه لهذا الفعل ستجمد هذه الفطرة، بل لعلها تتكدر، لعلها تتكدر بفعله بإرادته باختياره وليس ذاتا. أحسنتم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. إذن فلا يمكن أن تكون المرأة هي أساس الشر، ولا يمكن أن تكون المرأة كما دلت هذه الرواية المنسوبة للرسول صلى الله عليه وآله، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كل، يعني أن الإنسان أولي أن أولي الألباب تغلبهم من هؤلاء الناقصات عقل ودين. لماذا؟ لأن الناقصات عقلا ودين هم منشأوا ماذا؟ إغوائي وضلالي وضلالة هؤلاء أولي الألباب، لأن النسوة، لأن المرأة كما ورد في هذه الرواية هي أكثر أهل النار، لأنها منشأ المعاصي. المرأة سهم من سهام إبليس. للأسف في بعض الحياة الاجتماعية، في بعض الأعراف، عندنا كلمات وأمثلة غير مقبولة، ولكن منشأه هذا الفهم المغلوط. في بعض المجتمعات يسمون المرأة بزريعة إبليس، لا حول ولا قوة إلا بالله، زريعة إبليس، لا إله إلا الله. طيب زريعة يعني بالنسبة لأعزائنا في المشرق يعني بذرة إبليس. طيب هذه هي رؤية غير إسلامية، غير قرآنية، بل هي رؤية ترجع للتوراة المحرفة كما أشرنا في الليلة الماضية، تعتبر المرأة أصل الشر، تعتبر المرأة أصل المأساة، تعتبر المرأة أصل المعصية في هذا العالم، ويقولون أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما فيه الرأس، وللأسف هذه روايات موجودة في بعض الكتب. أي نعم أستاذي العزيز، هذه وصلتك، سمعتها الحمد لله، هيا به. طيب طيب إذن قلنا أن بعض الروايات المؤسسة على الفهم التوراتي والقراءة التوراتية أن المرأة هي أصل المعصية، في حين عندما نتأمل قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، لا نجد أي حضور لأي نوع من وسوسة أو من دفع حواء لآدم أن يأكل من تلك الشجرة، بل ما هو نجد؟ فوسوس لهما الشيطان، فوسوس لهما الشيطان، أخرجهما، دلاهما بغرور. نعم، نحن بصدد مناقشة مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الكلمات. يعني لا يمكن أن تكون المرأة بما هي امرأة، الأنثى بما هي أنثى منشأ الشر. هذا هو المس هو هذا النقاش، لا يمكن. وأي نص يوحي بهذا المعنى يخالف هذا الأصل. يعني مثلا الأصل هو ماذا؟ في قصة نبي الله آدم، فوسوس لهما الشيطان، وسوس لهما الشيطان دلاهما بغرور، يعني الشيطان دلاهما بغرور. دلاهما من؟ الاثنين، يعني دل الرجل والمرأة، آدم وحواء، أخرجهما. طيب هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الشيطان يوسوس للرجل والمرأة على حد السواء، وليست المرأة هي التي هي عامل الشيطان أو عميل الشيطان عند الرجل، لا، وليس الرجل كذلك، وإنما الذي يوسوس هو إبليس، الذي يوسوس هو الشيطان، والشيطان أمر والإنسان أمر آخر، ذكرا كان أو أنثى. إذن فهذا الفهم كما قلنا
هو ذلك الفهم الذي دفع، يعني هذا الفهم المغلوط لآيات الله، هذا الفهم المغلوط كما قلنا له منشأه مثل هذه الروايات التي يدعي البعض صحتها، كما قلنا وارد في صحيح البخاري في باب الإيمان. طبعا للأسف يعني هذه الرواية موجودة بعبارات مختلفة في العديد من الكتب، وكما قلنا أنها تخالف أصل وأساس إلهي رباني في هذا العالم. يعني نحن عندما نعم هل أدلكما الرجل والماء آدم وحواء. طيب إذا عندما نرجع إلى القرآن الكريم وروح القرآن الكريم نجد أن المرأة هي أصل وأساس، ويمكن أن تصل في التقوى والعلم، أحسنت، قاسماهما الرجل والمرأة آدم وحواء، ويمكن أن تصل المرأة في التقوى إلى أعلى الدرجات. يعني مثلا فاطمة بنت موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليهما، فاطمة بنت موسى بن جعفر الكاظم هي ليست بمعصومة ولم تخلق معصومة، ولكن امرأة تقية وصلت إلى أعلى درجات التقوى، حتى أن الزائر لمقامها بناء على عقيدتنا نحن محبي أهل بيت النبوة والعصمة والطهارة، إن شاء الله نكون من أتباع مدرسة علي وآل علي، نحن نعتقد بالشفاعة، فنخاطب فاطمة بنت موسى بن جعفر نقول يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة. يعني فاطمة بنت موسى بن جعفر وصلت إلى درجة من التقوى أن يتوسل بها الرجال والنساء. الرجل يتوسل بفاطمة بنت موسى بن جعفر وهي ليست بمعصومة. ماذا يعني؟ يعني أن الوصول إلى أعلى الدرجات، أن الوصول إلى أعلى الكمالات ليس حكرا على الرجال، ولا يمنع النساء من ذلك الأمر. فاطمة بنت موسى بن جعفر لتقواها سميت بالمعصومة، لقبها الإمام بالمعصومة، نعم بالاكتساب، بعملها اكتسبت تلك الدرجة العالية، بتلك الدرجة العالية من الكمال حتى يتوسل بها الجميع. هذا التوسل ماذا يعني؟ التوسل يعني أنها أن الإنسان يمكن أن يصل إلى هذه المقامات ذكرا كان أو أنثى. الإمام الصادق سلام الله عليه زوجته حميدة، حميدة البربرية، زوجته حميدة. كان بعض أصحاب الإمام الصادق عندما يسألون الإمام الصادق بعض الأسئلة يحيلهم على حميدة على زوجته، وكان أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يريدون الاستفسار حول ذلك الموضوع، حول ذلك الموضوع يرسلون مثلا بناتهن أو زوجاتهن عند السيدة حميدة زوجة الإمام الصادق سلام الله عليه أم الإمام الكاظم ليسألنها ذلك السؤال الذي سأله ذلك الرجل الإمام الصادق، وقال له إن جواب هذا السؤال عند حميدة. نعم للأسف، نعم بارك الله فيكم في هذه المداخلات. نعم طيب إذن نقول أن حميدة هي مثال لتلك المرأة، أحسنتم، نعم حميدة هي مثال لتلك الامرأة، تلك الأنثى التي اكتسبت علما ومعرفة، وأصبح الإمام المعصوم الذي ينسب مذهب التشيع إليه الإمام جعفر الصادق صاحب رئيس المذهب الجعفري، أصبح الإمام الصادق سلام الله عليه يحيل بعض أصحابه في أسئلتهم على زوجته حميدة، امرأة أصبحت مرجعا يفتي ويجيب ويستفسر ويسأل ويجيب على أسئلة أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه بإذن الإمام الصادق. لماذا؟ للإشارة إلى أن الامرأة يمكن، المرأة يمكن أن تصل إلى كل هذه المقامات. القرآن الكريم ينقل لنا يعني حتى نعرف أن هذا الكمال هو في عقل المرأة، في ذات المرأة كامل يكمن يوجد في ذات المرأة حتى خارج دائرة الإسلام، حتى قبل الإسلام. القرآن الكريم ينقل لنا قصة من؟ قصة بلقيس ملكة سبأ،
وعندما نقرأ قصة بلقيس ملكة سبأ، كيف أن لها عرش عظيم، كيف أنها أوتيت من كل شيء، كيف تعاملت مع سليمان، كيف تعاملت مع عدة مسائل في تلك القصة، كل التفاصيل محورها أنها امرأة ذات عقل رصين، ذات حكمة بالغة، ووصلت في الأخير إلى الإيمان والإسلام بناء على تلك الحكمة الكامنة في ذاتها قبل الإسلام، قبل أن تسلم أمرها إلى نبي الله سليمان. ماذا يعني؟ يعني أن المرأة قابلة. طيب مثلا بل الإسلام والقرآن نجده أن رواية النبي صلوات الله وسلامه عليه ترفع من شأن المرأة. نحن نعلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات، طاعة الوالدين واجبة، طاعة الأبي والأم واجبة، لكن لا توجد رواية أن الجنة تحت أقدام الآباء، هي تحت أقدام الأمهات. حتى توجد أنه مسألة فقهية، إذا كان الابن يصلي صلاة النافلة، نحن نعلم أن قطع الصلاة الواجبة حرام، قطع الصلاة النافلة أمر غير مقبول، قطع صلاة النافلة، أن الإنسان إذا كان يصلي صلاة نافلة ويناديه والده لا يمكنه أن يقطع صلاة النافلة، ولكن إن نادته أمه وهو يصلي صلاة النافلة مستحبة، فالرواية تقول له اقطع الصلاة، ويجيب ويذهب إلى أمه. بناء هذا ماذا؟ تأسيسا على أهمية وعظمة المرأة، تأسيسا وأهمية وعظمة الأم. إذا فعندما نقف مع القرآن الكريم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر أن المرأة في ذاتها ناقصة عقل. طبعا وطرحت بعض التأويلات لهذا المصطلح، هناك من قال ناقصات عقل المقصود به ليس عقل بمعنى الفكر، بمعنى التأمل، بمعنى الاستدلال البرهنة، وإنما المقصود به عقل الإدارة الاجتماعية. طبعا هذا أمر أيضا لا يستقيم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم عندما بين عظمة المرأة وقيمة المرأة، وعندما جعل عمل المرأة كعمل الرجل، كلاهما إن توفرت في عمليهما شروط الصحة والقبول فسيكون مقبولا من لدن الله. نجد أن قبول العمل من المرأة، قبول العمل من الرجل على حد سواء، يبين أنهما في منشأ ذلك الفعل شيء واحد، هوية واحدة، تطابق تام. فلا يمكن أن نقول أن عقل الإدارة الاجتماعية عند المرأة أقل من عقل الإدارة الاجتماعية عند الرجل. إن سلمنا بذلك فإننا كأتباع مدرسة أهل البيت سننسف أمرا مهما في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا في قلوبنا وعقولنا وأرواحنا، هي مسألة حقيقة نورانية قدسية عاشوراء. روح عاشوراء عن طريق زينب سلام الله عليها. فإذا كانت المرأة في ذاتها تحمل ضعفا في الإدارة الاجتماعية، المثال النقدي لذلك زينب سلام الله عليها، كيف أدارت المعركة الإعلامية والسياسية في أصعب وأخطر مرحلة في تاريخ التشيع، أدارتها زينب سلام الله عليها. كما هي ببركاتها اليوم، قبرها وحرمها ومقامها هو الذي أدار هذه الحرب التي شنها الأعداء بمختلف أصنافهم على شيعة أمير المؤمنين، ولكن بقيت إدارة زينب وحكمة وحنكة ودعاء ونورانية زينب يلف قبرها، وقلب السحر على الساحر، ونقل شيعة أمير المؤمنين من حالة الضعف إلى حالة القوة، وهذا ما نراه عيانا ويقر به الأعداء الذين خسئوا. إذن فالإدارة لا يمكن أن نقول أن العقل له مراتب، يعني المرأة ناقصة في جانب من العقل دون آخر. طبعا لا يمكن أن نفسر سلام الله على زينب، لا يمكن أن نأتي ونحاول أن نوجد بعض التبريرات. المرأة كالرجل صنف واحد، جوهر واحد، حقيقة واحدة، فطرة واحد، أوامر وتكاليف
أوامر ونواهي واحدة، المطلوب منهما أمر واحد، الكمال معياره التقوى، وكل ما نسمعه وما نراه في مثل هذه الروايات المدسوسة، والتي كما قلنا منشأها الإسرائيليات، يعني منشأها ذلك التحريف الذي أوقعه البعض على التوراة، تسلل وتسرب إلى رواياتنا، تسرب وتسلل إلى بعض الكتب ووصفت بالصحاح. طيب، إذن فهذه الروايات بهذه العبارات لا يمكن أن تكون مقبولة. إذن فالمرأة كالرجل لها عقل، وهذا العقل هو الأصل والفيصل في قبول العمل، والأصل والفيصل في صحة العمل، والأصل والفيصل في النجاة بين يدي الله. ونسأل الله عز وجل أن نوفق لأداء حق قرآننا وحق نبينا وحق أئمتنا كما ينبغي لهذه الأنوار بين يدي الله. طيب إن شاء الله، لعله الأسبوع المقبل، لعله تتوقف الدروس بعض الشيء، لعله أقول، وسنرجع إن شاء الله بعد أسبوعين. نسأل الله عز وجل أن نوفق لأداء حق طلب العلم. إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء، نهدي جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وطاعاتنا وطاعاتكم، بارك الله فيكم جميعا، لا تنسونا في صالح دعواتكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله، نسألكم الدعاء.